المسرحي يا يبا، يمكن انا معلومتي غلط، اذا انا معلومتي غلط اوكي، بس انا ما ازج بالعوائل في قضيتك هي طلعوني وخلوني. انا قلت طلعوها القانون، المحامي طارق الخرس وعادل يحيى وهذيلا محكمه الاحمدي وقضيتها المروريه، حتى الشيوخ ما قدروا يطلعونها لان هذا قانون، هذا امر قضائي باسم صاحب السمو امير البلاد الله يحفظه. الله يحفظه. لا طارق ولا فلان فلاني. والله طارق ضيقت خلقنا. كان هذا ضيقت خلقي اللي ضيقت الخلق مو انا. كان ممكن اقول انا تعبت وانا رفعت عقالك لازم واحد. لا والله انا عارفها وابون عليها واستانست، قالت لك انا استانست اني ادقت يعني انا يمكن.